سيداتي أنساتي سادتي أحبتنا في هذه الأمسية يبدأ بها السيد أغويرو بتشكيلة مكونة من عمر باري عبد الرحمن مصبح ناتان وفابيو سيزر عبد الله طالب عفيفة نيلمار قبل البداية يونس يقف على كرته من ثم باردان في الخلف مرة أخرى إلى فابيو سيزر ياخذ كرته وصل إلى تباتا واحدة اثنين استاذ أحمد بن علي بن ريان كرة وسط الملعب نقلة موجودة ذكية إلى نيلمار لكن يعقوب في محاولة عادت ريانية إيجابية لكن حتى ونحن نقترب من الثلث الساعة الأولى غير ظاهر غير موجود بنجورا في أرضية يونس علي سعيد مطاهر يشكو من إصابة ربما من خلالها يفقد مرشان ورقة أولى في اللقاء عبد الرحمن بليبة بالكعب إلى فابيو فابيو يعطي كرة عرضية في ملعب اللقاء والاستمتاع بهذا اللقاء فابيو سيزر على تنفيذ الضربة الركنية تنفذ عالية رأسية من الكوري الجنوبي لا زالت خطيرة إلى معها نيلمار عزكم الله يربط الحذاء في طرف الملعب هناك لكن فابيو وكرة خطيرة الآن وتتهيأ الله جميل 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 إنه الريان الرهيب إنه الريان الرهيب فابيو سيزر يضع الهدف الثاني الآن شوب بكرة تتهيأ ويتقدم وبيسراه قوية هذه جول ثاني للريان فابيو سيزر يعطي هدف ثاني للرهيب ويصعب الأمور ويعقدها على صقور برزان وفرحة تأتي والله يكون بعونك يا مرشان وسعيد وكل السعادة أغويرو للأغوياني الله على الريان أوه يا ريان من لاعب مهاري لاعب من الصفقات الكبيرة وهذا واحد يبرهن هنا على مهارته ونيلمار ريان منذ بداية الشوط حامد إسماعيل كرة وصلت إلى فابيو الخبر نفس الخبر ما طرى علم جديد في الملعب نفس شوط المباراة الأول يعود الريان بذات الطريقة ويهدد مرمى محمد إيناس إلى ضربة ركنية موجودة ضربة ركنية موجودة للريان على تفقب النتان صعوبة كبيرة يجدها لاعبو أم صلان في الوصول إلى مرمى عمر باري محمد العبيدي هو الذي يأتي بهذا التوقيت وهنا فابيو سيزر يعطي إشارة القيادة لتاباتا في أرضية ملعب اللقاء السيد أغويرو بعد أن اطمأن على نتيجة اللقاء يبدأ بإخراج واحدا من الأوراق الهامة في أرضية الملعب وهنا اللقطة التي من خلالها أتى فابيو سيزر بالهدف الثاني يجلب التحية وأيضا